عقد يا اخواننا الامر نجد. ها يا جماعه الفاتحه 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 فاتحه الزين. امين على بركه الله. الزين مرحب مرحب. اهلا يا دياب. اهلا زين. اهلا مرحب. الفكهي تفضل يا دياب. تفضل تفضل. دايم كرمك وعامل دارك. والله انا ما بقدر اشكرك واجيب مشكارك. المعنى احنا يعني دارنا ما عامره ولا شنو؟ كيف ابوي العمده؟ ابوي العمده انت ما بيرك. اقول في قصيده ابوي العمده؟ قول قول. الله كان اشكرك يا دوب. اقول لك نما. ابوي العمده انت ما بيرك عالي. ابوي العمده انا ما بقول في قصايد طوالي. الله. الا هسه كنت ارتاح شويه كذي عشان يعني لو انا بضالك بالي. اقعد يا دياب اقعد. انت خبرك شنو يا دياب؟ شيخ العلياب. اها شيخ العلياب قال لك اها
يعني هو موافق عليه سفرك؟ لا خلاص. وتجي تسوق قلبي؟ ايوه. وانا ليه لا الفاتح الفاتح. الله يهديك دياب يا حليلك. تعال بدور سرك تعال. الحين. أظهرك أظهرك. عندك فرسان؟ أظهرك الشمال. أي ترى؟ دي أدوغن. لا دي شمال. دي يمين. اليمين. جيب لي القريبة. انا بديك لا 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 جزمة الحكومة. جزمة الحكومة تلبسها وتديني مركوبك. ليش يا اخوي؟ لا ما عشان تكون زول من الحكومة. البس 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 البس. مشك الحال ده ما مزعوش معاكم في الحكومة. ده مجرم خطير نحن بنفتش عليه. ها انا ابويا الشيخ بدور اسوق سالم معاي. نحن ما بنا من غريب عليه سعيتنا. ما انا معاه ولا انا جاهل؟ ريالتي سائله يا اولاد. يا اولاد خطوا الرحمن في قلبكم. خلاص هالزين سوق سالم ما هو رفيقك انتوا يا اخواننا. سالم وينه؟ صحيح يا جماعه سالم مشى وين؟ ايوه الصح. اهو داك سالم. سالم يا سالم. القادة بسنج خطت وفي كرعانة ما بجيب راسنا يا مباشن طبقتوا علينا بدعوا النزري دي المفوف قرينا منا بدعوا النزرين أسعب كف أي بنرجع قمحانين حزولا حاشا وكل وين ترى هالبلد عدمان السارحة والمثراوحة حزولا شن بنسو يقول عروس صعدوا وإلا باللين فيهم حزول تطرى الحسين تين نفر هلا هلا الله بكف انا في الباقيلي الكبر دخلنا عزولة زمان عيطتنا ما كانت بتخيل والله وقت نجي راجعين كازحين العيط هاي قلب السدورة ملان إلا اصبر له
قال لي شمت اخوخ. بعد ذاك بنلقى لنا لقيه. والله ما بتحمل رجعتنا ساكت في ذي المرة. حزولا نبقى في خشم الناس. كيفين ترجعوا تخاي؟ الحسين لال مرقتنا دي طب ما بتخيب. بقتل لما بدك تقتل عمك سالم. اها بدور تسوي لك عداوه مع ابوي الشيخ ولا الفريق لحده الطق اللي طق. ها يا بكي اتعبوها ولا قبل الناس. عرفت كيفين؟ ما تسرع ما تسرع. اصبر يا بكي اصبر اصبر اصبر. كيف اصبر؟ لمن وطاطيس اصبح. مكي يا اخي قلت لك لا تسرع ولا عن الشيطان. ألعن الشيطان يا اخي وخلينا تبين الامر. الامر باين باين ما بدور له دق نقاره. البنيه بتدور طبله بعويناتها وغيوا لها باين بعرفوا الكبير والبحبي. والله والله زي ما قلت لك الا كان بدور تسوي عداوه مع الناس وشيخ الفريق. شيخ الفريق شيخ الفريق شيخ الفريق شيخ الفريق شين فايت وكيت فقد رايه وعقله. شيخ الفريق بقى توبه ملفحه وعمه فوق قرعه. فكي اتجنيت دراس القبيلة ضوها ودليلة دليلا يضيف له كالتنكتة مقطوع راس لا اصل لا فصل اخير عدم. والله حيرتني معك. الضيف الضيف وراه سير دفين ما شفت العربي وكتنشاف اترجف مثل الصيدهم برد. ها كلام ساكت والله كلام ساكت وانت ذكرهاك ليه وخلاك تشوف الحياة كتر. قلك من العربي سالم وكتنشاف العربي انسرق. هزول ما مش يقضى حاجته يا مكي. حمك يا اخي ما تسرع ما تسرع يا اخي. والله الغيره دي لتحرق قليبك. بدور دي يا اخي بدور دي ما بيت قبايل وتناس وان صبرتها في البلد دي دول بالسهاله غيرك ما في. ها كمان ورقبت راسك والله الرماد كالك. ها زين يا ولدي. اي ابو يا شيخ بزمتوا مواعيد قيامكم؟ ايه قلنا ندبر حالنا ونقوم فجر. لا لا يا ولدي قال بالله تعيقوها سفاد الليل سمح والنهار بيجيب لكم المشاكل. وانا من بيتين بخاف حلف بالله الا كفيهم بلل معاي. عارفك عارفك يا ولدي عارفك ذكر وساغي فيك الا بدودكم بعد تقوموا وتتوكلوا على الله بإذن الله. قلبي بتدور البرود يسوينا الخبيب بنصبح في اسطنبول. دي قلبي المراتيع أصيلة. ها؟ الله الجنة ده بقول في شنو؟ Thank you.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. أستروا الجنازة يا إخوان، أستروا الجنازة. نجسد لي أهله ونخبرهم. يلا يا إخوان شيلوا الجنازة على الفريق، ستر الجنازة واجب. أبويا العمدة أنا عرفت الكاتل. الكاتل منو؟ دكين. دكين؟ دكين منو؟ دكين أو سالم. سالم؟ سالم أيهو دكين كتال الكتلة. قمت على جنك؟ أنت مالك شاي شوفك وخاتيه فوق الضيف. يا بالعربي واكتشاف واكتشاف سالم يترجف. سالم طلع وأنا عرفت حسي. العربي قال بيعرف دكين، قال لا قاهو. شن قولك؟ قولي قولي تمرق الكلام ده من راسك، ما تخلي كراهيتك تو. أنا بتأكد لك يابا. في شان تتأكد؟ دكين 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 جنن الناس وعمل الهلع بين القبائل. والله يا أبوي كلامك في محله، القبائل اللي دخلتها ليل ليلة ما مرقت. لكن أنت عارف مكي الحكومة بتنهبش، ودكين ده هبشة ويتحداها عديل إلى الليلة يكون انقبض. أقول يابا؟ الله يا ولدي كلامك فوق محله، ونحن هنا فوق بكان الحكومة ما بناخذ الناس بالاشتباه. دحين كل شيء بوقته. خلوا يخوجوا الوسط البلد، لا من يخرب عقابكم ولا نعاجل. مكي أسع ما وقت مشاكل، وخبر دكين ده كان مرق بشق القبيلة نصين. أسع الناس مشغولة بسفر السعية لسوق الدامر وتنبول من جهة، ومن جهة تاني بالعربي وناسه ما معروف ترسى كيف. اصبر يا ولدي اصبر. الله ابوي كلامك في محله. الا خايفه يفلت. يفلت؟ نحن اول حاجه يا ولدي ما بناخذ الناس بالاشتباه، وبعدين في سفرك انت وزروق ليس وقدامر تخشوا مركز شندي وتتاكد من زولنا الشارد. الله ابوي خايف الوقت داك. هم سافر معزب. اها كانت اكدتوا من اوصاف زولن وانطبقت على زولنا الحكومه بترجعوا هنا ونكون مرقنا من اللوم. الامر ما براو مكي بكرهني قبل كرك لي دكين وبسم الا العمده ما قال لي دكين وبعد واصلوا كلامهم. ده شيء غريب، شيء غريب يحصل هنا. لا لا يا دكين ما تلبي زي الفرة وتتاخد خيانة. لا لا يكونوا شكوا فيها. والله أنا خلاص قلبي أكني. نمشي يا زين الليل ما يسرقنا. سفر شنو يا سالم؟ والمصيبه اللي وقعت فينا دي مصيبه؟ اي مصيبه؟ مصيبه شنو كمان؟ زول مقتول في هيما مو زول. خلاص يا زين اللي بتقوله انت يا زروق هم؟ ما تقول نمه انا ملك. اي شوف يا مكي
ظل حافظ كان ألف كان 500 نما. كان ألف كان 500؟ أيوة. كده قول نسمع. قول لك؟ أي قول. واحد طويلة. لا أنا ما تقول طويلة. مستعجل؟ لا ما مستعجل. قول. لا كان مستعجل كلمني. قول يا زروق بنسمع. والله كان مستعجل أنا بسيبة. زروق. هاي. نم. وفاه فاق العسل البنون اخطاب وفاه فاق العسل البنون اخطاب هلا هلا وفاه فاق العسل البنون اخطاب وفاه فاق العسل البنون اخطاب وفاه خلاص قلت لك كان 500 كان ألف بالميت دي الطويلة نان القصيرة كيف الله القصيرة دي ليه بكرة أشوف لك دي أنا ما أعرف بيه الله زروك أحنا ورسونا شنو بلا النباح والله نباح لكن والله يا مكي يعني هسه أنا أقول هسه أخواننا معقول مكي ده الغيرة دي تعمل فوق كذي نغشة مركشان دي نشوفه وصف زول ونشرق يعني عشان نقطع شكو نغش ورك الشندي نغش ورك الشندي ونشوق بصاب زول والشرد الله كويس لكن والله انا خايف راي العرب فينا القبيله راسها بترفع بين القبائل ومكانتها بتزيد عند الحكومه والزول مجرم والمجرم لابد ياخذ نصيبه فايته انا خليت البنود بيجهز فوق الذات والصبيان مع البل نمشي نشوف باقي العروب اها ونتحرك بعد العشاء في شان نكسب وقتنا نتحرك بعد العشاء هي. في شان نكسب وقتنا يا سلام نتعشى بشيء بشطة ونشرب الشاي ونغش بركة الشندي في شان نأكد من زول الشرد من أوصافه يا سلام والله لكن تقول في شان شنو في شان وشك الشين ده والله شنة شديدة سالم أزول سارح بعيد ظنيت سرحة قلب يا زول انت غرقان تب ما فيش باكر راحلين ابشر بالرحيل اها وفي سوق طنبول ده تلقى المجادعات وقعدات الدوباي والحكي والبيع والشراء ان شاء الله نوصلها لا ان شاء الله بكره ورانا سفر خليك تاخذ راحتك ودعتك الله اها زين اخوي اكان حيره كان غيره المهم بدور لجلابي اي بتشيخ العرب حلف بالله الحرير ما يغلى عليكي اول شيء اللي بتختك دي ما تنساه ايوه ما بنساه وانا ذا تبدو لي توب لا طاريو يا ابو هذا خويب التوب ده طاريو اخاف تبقى زي المره اللي فاتت تمشي بتجينا مطلق ايديك ساي لا لا الدور ده ما بدور قلت لك ما بنساه وانت اهم شغلات عرسك كلهن ان الله اراد الخريف الجاي بعد في بيتي ان شاء الله يا ولدي الله يوفقك خلاص الجنازة استناها ووصيته وانا يمكن اعاقبهم بعد 7 أيام كلمته ونكلموا شيخ القبيلة وانتوا تتوكلوا عليه الله ها ربنا ان شاء الله ينجيكم شر ولاد الحرام لا تخاف ابويا الشيخ لا ماني خايف الا الوصية بالمهلة يا ولدي عشان كدي كنوا دارين قيام الليل قلبي بتدور البرود الله اراد تاني ما في قول تاني ناس مكي سافروا بالليل ايه انا عندي اخير تتوكلوا الله يدل قوادمكم أزمار بعد ما تبيعوا وتبضعوا لا تتأخروا تجي صادين قوام إن الله أراد بعد 4 أيام بنجي صادين سافر تمشي وتجي تلقى الحكومة راجياك هنا يا ملعون
في قرب الجمعة المال الوقع يتفنقلوا في قرب الجمعة المال الوقع يتفنقل في قرب الجمعة المال الوقع يتفنقل في قرب الجمعة المال الوقع يتفنقل آخ هذا كين السيم الرماد 200 نص شندي بكره الصبح ان شاء الله نكون في شندي اهو بعد ذاك نمشي للدامر في سراع عشان نشتري السعيه واجي راجعين عشان نسوي البوش البوش؟ اي لشنو؟ عشان اعرس بدور ولا نسيت هذا الروق الصح اها قلت لي شنو هذين؟ قلت لك هذول اتحمقت لك جنس حمقى وانا شافع اخريت اركب فوق ظهر الدحش اها ركبت فوقه اها فنجط 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 اها وقعت عليه ظهري ما كورك ده؟ اكورك يا زول صرت لك وشيك هدي ومشيت اتضرع اها 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 وظهري يسوي الله يهديك اها انت يا سالم ايه ما حكت لي عن جهلك ولا اقول لك قولة سيبك من ده انت بتفكر في العرس انا ما بدورك ما بدورك ما بدورك عريس سالم سالم سارح وين لي منها زمن مرة بعشر رجال حنينة غير ما عندي زولا بيطراني تدمع كان غبت منها والدمع كان جيت تخدم لها فيانا يا الرضية شوقي لي شوفتك ما بتوصف الرضية سالم بعد ما نقضى من سوقنا ده بنمشي له ونشوفه ايه والله العظيم دلمنا دلمنا زين نحن اخوان واكتر بان الدار جعل اهل الفهم والراي اهل الشذاعه والكرم في رايي نمشي على المركز طوالي بان التنبول بشوفها رفيق كهتي نشوق ناس لك فيها حوبات اذا بحوبات هليل الزمن بطر يوم يتلموا علي العروب بدور يقطعوني بسيوفهم صح
سويت لك عملة؟ لا لا خلاف، والنفس حرة إلا هديته، خفت الكترة. رأيك ما كان غايب وإلا كان تاكلك الصقور. ادينا واحد من ده. هاش رايك؟ ستة ونوسط من الرجوع بلاهي. والله ستة انت تستاهل كل خير، بدور تستاهل كل خير والله.